مرحبا، أنا اسمي صلاح. هل تتساءل لماذا نحتاج إلى اللقاحات المعززة؟ عندما نشعر أن الأمور تعود إلى طبيعتها، يتم تطعيم العديد من الأشخاص في مقاطعة كينغ ويستأنفون حياتهم الروتينية. لكن لسوء الحظ، هذا لا يعني أننا انتهينا من الكوفيد. حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 أخذت في الارتفاع، وعلى الرغم من تلقيح الكثير من الأشخاص، لا يزال الكثيرون لا يحصلون على اللقاح المعزز. هذا مهم، لأن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المعززة يتمتعون بحماية أفضل بكثير من أولئك الذين حصلوا على اللقاحات الأولى فقط. صحيح، لا يزال بإمكانك أن تصاب بالكوفيد حتى لو حصلت على جرعة معززة، لكن الشيء المهم هو أنك لن تصاب بالمرض. ثبت أن اللقاحات المعززة لا تجعل الناس يدخلون المستشفى للعلاج وتبعد عنهم شبح الموت. لهذا أعتقد أن الأمر يستحق القيام به. لقاحات ومعززات الكوفيد مجانية، لا تحتاج إلى تأمين أو إثبات الجنسية للمواطنة. لما فعل مواقع إعطاء اللقاح والمساعدة، زور هذه الصفحة أو اتصل بالرقم 1206-477-3977 واطلب اللغة العربية إذا كنت بحاجة إلى مترجم. شكرا لاستماعكم.